في هذه المحاضرة سوف نحاول أن نتعلم أولاً كيفية إعداد الحساب الرئيسي للتدريس، ثانياً إعدادات الصفوف، ثالثاً إضافة الطلبة وإرسال الدعوات لدخول هذه الصفوف، ورابعاً نشر هذه الصفوف. نبدأ بسم الله. أولاً نذهب إلى الأكاونت الخاص بالتدريسي. كل الشكر والتقدير للدكتور ثامر جاسم للسماح لنا باستخدام الصفوف لغرض إعداد هذا الفيديو، والصحة والسلامة إليه. في البداية كيفية أول أول شغلة راح نتعلمها هي الإشعارات أو أسلوب الإشعارات اللي راح توصل للتدريسي. طبعا هي مجموعة من الإشعارات، كل إشعار في غرض معين. مثلا هسه هنا الأسايمنت دو ديت تشينج، شنو الدو ديت اللي انت خاله للطلاب المفروض يرسلوا لك؟ راح نشوف هنا مقابله اكو هذا الرمز. هذا الرمز في اربعه انواع من طرق التبليغ. اول واحد انه يجيك التبليغ مباشره، اول ما الطالب يرسل اليك خلينا نقول الاسايمنت الخاص بحله، الكويز او اي ديسكشن انت طالب من عنده او اي اداه موضوع بتدو، راح توصل لك مباشرة، أو ديلي سمري بمعنى آخر أن سوف تصل إلي ملخص يومي بما تم حدوده داخل الصف مالتك وحسب التدو المطلوب من الطلاب. أيضا هناك الويكلي سمري، أو أنه أنت ما ترغب بوصول أي إشعارات من الطلاب بهذا الصف، ونفس الحالة البقية. فلهذا أنا ما راح أقوم بشرح حالي، المفروض أنت حتقوم بإعداد هذه يعني طريقة التواصل أو وصول الإشعارات إليك بالصيغة التي أنت ترغب فيها. نجي على بروفايل، بروفايل خاص بالتدريسي. طبعا من نجي من نريد نعدل لازم نروح على إديت بروفايل، بضغطها هنا الاسم هنا برونسس، هنا نخلي مثلا شنو مثلا هي والهم. أوكي التايتل، شوف الشيء اللي أنت تحب وضعه هنا، السيرة الذاتية اللي أنت إذا تحب تضع أو يعني فد ملخص عنك. أيضا تجي هنا اللينكس، مثلا تحب تضع لطلابك مجموعة البحوث اللي أنت ناشرها، المواقع اللي أنت موجود، سيرتك الذاتية وبحوثك وإلى آخره، هي شلون نقوم بوضعها. طبعا موجود في موقع الجامعة التكنولوجية، فالترتيب جميل جدا، نقدر ندخل عليه اللي هو الخاص بكل تدريسي موجود هناك، بروفايل خاص بي. شو نسوي من شو راح نستفاد من عند هذا؟ اجي اضلله مثلا بالنسبه لجوجل سكولر، اخذه هنا كوبي، راح اخليه هنا كتسميه تايتل. اوكي هسه نجي على اليور ال مالته، شلون اضغط عليه راح ينفتح طبعا اكيد بغير خلينا نقول صفحه. اجي اخذه واضيفه هنا نفس الحاله، خلينا نقول مثلا سيرش جيت بروفايل، ايضا راح اخليه وايضا راح اخذ اللينك. اذا اريد اضيف بعد اضغط اد انذر، راح اخذ مثلا مال سكوباس، وهكذا. طبعا اي شيء انت تحب تضيف، مثلا اذا عندك قناه على اليوتيوب تضيف التليجرام، فبقت يمك يعني انت حر. اوكي هسه ايش راح اقول له؟ سيف بروفايل. فهسه من اجي راح اضغطها هنا مباشره راح يتحول الى الصفحه الخاصه بدكتور ثامر اللي هي الخاصه بجوجل سكولر. اوكي طبعا نجي على الفايل، الفايل اي فايل انت رافعه، حتى هسه الصوره الشخصيه اللي رفعت وهسه هنا بروفايل بيكتشر راح تلقيها. اي شيء انت قمت رفعته من بحوث، صور، اسايمنت بشكل يعني بي دي اف، باوربوينت الى اخره، وين راح تلقيها؟ راح تلقيها هنا بالفايلز. نجي على السيتنج، وهذا واحد من الشغلات المهمه وهي الخاص هاي السيتنج، هذا الخاص بالحساب الرئيسي المن لصاحب الشأن وليس للصفوف. فراح طبعا اي شيء نريد نعدله لازم نروح على الاديت سيتنج، راح نجي هنا الاسم اوكي الخاص بالتدريسي، هنا بروف دكتور ثامر جاسم محمد، هذا الاسم ايش راح يطلع ديسبلاي نيم في حاله اذا كان اكو ديسكشنز
messages, comments إلى آخره. أي شيء يقوم به دكتور تامر من هذا الحالة. هنا الاسم المختصر أيضا في حالة، طبعا هنا في حتى في حالة تصليح الـ يعني الأوراق والassignment والquizzes راح يظهر اسم دكتور تامر. هنا طبعا مثل ما قلنا الصفة، هنا اللغة اللي راح يكون بها الكورس، وهنا هي الدولة يعني وقت الدولة اللي هو موجود فيها. ومثل ما تعلمنا في فيديو سابق، من هنا نستطيع أن نغير كلمة أثر. أوكي، قبل ما نسوي أبديت، هنا أكو ويب سيرفيس. طبعا هنا لحد اللحظة مثلا جوجل درايف للأسف لم يقوم يتم ربطه بشكل رسمي مع المنصة، وأرجو أن يكون هناك يعني فرق بين أنه أنت تجيب عن طريق الإمبيد فايل اللي هو بي دي اف، إن كان باوربوينت، إن كان وورد، إن كان فيديو، وعن طريق الإمبيد وتبعه ماخذه أنت من جوجل درايف، هذا مو ربط مباشر، هذا أنت أخذت إمبيد. أوكي، لم يقم بالربط مباشرة مع الجوجل درايف. الربط بشكل مباشر يختلف. فقط حبيت أنوه، أنت هناك تجيبك إمبيد وتضعه. أوكي، خلينا نكمل. طبعا السكايب جدا مهم، ممكن واحد يفعله يستفاد من عنده في حالة التواصل مع الطلاب، يعني إذا يمكن من خلال المحاضرات الـ يعني الميتينج، لأن لحد الآن يعني الميتينج جوجل ميت أوكي تقدر نستخدمها، بس أعتقد هذا أيضا من الشغلات الجميلة اللي واحد ممكن يستخدمها. هنا مجموعة من أيضا من الإعدادات، بس هاي أتركها لكم، كل واحد يقدر يقرأها ويعرف اللي شيء يفيده من عندها، لأن أكو بعض التدريسين يعني جزء ما يتقبلوها وكل بعض الآخر يتقبلها، فبقت يمكم هاي الخيارات. راح أسوي هسه أبديت سيتنج. خلصنا هسه إحنا من إيش؟ من الإعدادات الرئيسية لحساب التدريسي. هسه راح نروح وين؟ الإعدادات للصف. الصف الموجود هسه أول واحد اللي هو الأدفانس، هو الخاص بطلاب الدكتوراه، راح ندخل إلى طبعاً كان مثل ما تشوفون بعدنا ما إحنا مسوين بيج، بعدنا ما مسوين ببلش للصف إلى آخره. طبعاً هنا هاي الشغلات كلها من ممكن يشوفها الطالب. فأول شغلة راح نروح وين؟ مباشرة على السيتنج. بالذهاب على السيتنج، أول شغلة الإيمج. أنت شو تحب تضيف؟ تضيف صورة لهذا الكورس تبين، يعني خلينا نسميه المحتوى. مرات الصورة تبين لك ممكن محتوى فتشي مباشرة يفهم إنه هذا الكورس خاص بالشغلة الفلانية. فاسمع لنا أبلود، راح أخذ هاي الصورة تمثل. هنا هو الاسم. هنا الكورس كود طبعا يفضل من ناخذه، من السيليباس او ما يعرف احنا نسميه اللي هو كل 5 سنين اندز مجموعه الصفوف السيليباس. اوكي الخاص. هنا الوقت اللي احنا نشتغل على اساسه بغداد. هنا هو المهم، بدايه الكورس ونهايه الكورس. فنجي حسب المعلومات اللي عندي، الكورس راح يبدي لنفرض يوم 11/4/21، فهذا 11/4 لنفرض راح يبدي الساعة 8 صباحا والأذان إلى 18 جولاي، لنفرض أنه الساعة 12. أوكي، نجي هسه على بقية الإعدادات. أول إعداد إنه الطلبة ما راح يقدرون يفوتون قبل بدء الكورس، ولن يستطيعون الدخول بعد انتهاء الكورس، وهذا في الشيء أكيد، فلهذا نخليه عليه صح. اللغة المستخدمة هي اللغة الإنجليزية. هاي الشغلات كلها ما نخلي عليها صح، نعوفها فارغة. أكيد هنا برايفت كوبي رايت، فيبقى على الحال، يبقى أكيد كورس. راح يبقى هنا حنسوي هنا سيلباس هو المل للكورس. راح نجي بالنسبة هنا هو حيكون أونلاين. إذا تحبون يعني توضعون أي فد وصف للمادة ممكن تضعوها هنا. راح أشرح أقول لها أبديت كورس ديتيلز. طبعا أكو أيضا بعض إعدادات مهمة لازم نتعرف عليها. ولما كملنا أو كتبنا هنا بعض الوصف عن المادة اللي نقوم بتدريسها، نحن نذهب إلى more options.
بالذهاب إلى More Options ستظهر لنا مجموعة من الإعدادات المهمة جدا حقيقة. أول إعداد اللي هي إظهار الإعلانات للطالب. لازم أفعل إظهار الإعلانات هنا من هنا حتى تظهر الإعلانات وين للطالب. طبعا ايش كم اعلان انا اذا ظهر 3 1 5 6؟ طبعا يفضل 3 4 مو اكثر. ليش؟ انت معناته راح تاخذ الصفحه البيج اللي انت حسوي كل اعلانات، فبالتالي يعني هتختفي الصفحه مالتك. 3 كل مره راح يظهر الاحدث ثم الاقدم منه بشوي، يعني بين قوسين القديم راح يروح. اذا كان او صاروا 4 الاول واحد راح يروح، يبقون الرابع والثالث والثاني وهكذا. نجي هسه هنا، هل اخلي الطالب يصعد اتاش فايلز دسكشن؟ هنا بقت يمك تريد تخلي الطالب تسمح له يصعد صوره، تسمح له يصعد اي شيء بالمناقشات. طبعا هنا لازم نتذكر سعه المنصه، فبقت يمك او انت تقبل او ما تتقبل. فالمهم احنا اني احشي لو يبقى على التدريسي، يعني كل واحد وسياسته. هل اخلي الطالب يسوي دسكشن؟ طبعا اكيد لا. هل أخلي الطالب يعدل ويحذف من الديسكشن مالتك؟ هنا أنا أفضل لا. ليش؟ يعني أنت مرات الديسكشن أنت منطي عليه درجة، فبالتالي أنت منعلق حيشوف تعليقات زملاء، فبالتالي حيعرف الإجابة الصحيحة، راح يرجع بالجديد يعلق ويمسح إجابته السابقة ويكتب الجديد الشيء الصح. فلهذا أكيد ما راح نسمح له بعد يعني يرتب أوكي مالت الإضافة. فبالتالي إذن تنشال هنا. هل أخلي الطالب يسوي يعني جروبات بكيفه وإلى آخره؟ طبعا أكيد لا. زين، يفضل طبعا إخفاء درجات عن الطلاب. يفضل أيضا هنا هاد جريت أيضا أن تنخفي. هل تريد توقف في التعليقات بالإعلانات اللي أنت يعني سويت إعلان مثلا عن امتحان؟ هل ما تريد أحد يعلق يقول لك فتشي؟ إذا ما تريد راح تخليه هنا صح، أما إذا تريد تاخذ فيدباك من عندهم فأكيد إيش راح نسوي؟ راح نبقي. طبعا أي تعديلات بالصفحة منو حيكون مسؤول عنها؟ هو فقط only teachers. هاي جدا مهمة ولازم ناخذ بالنا من عندها. ولا ما كملت إيش راح أقول له؟ Update course details. اوكي هسه صار هسه هذا الكورس. نجي على بقية الاعدادات. اول اعداد اللي هو السكشن موجود، هذا اللي هو الاوبشن خاص، فما نقدر ما نغير به نفس الحالة. هسه راح نجي على الشغلات اللي راح تظهر للطالب. احنا طبعا رقم واحد ما نريد نظهر كل هاي الامور للطالب. اوكي، فايش راح نسوي بها؟ نخفيها. اكو طريقتين، اما من خلال الضغط والسحب او من خلال انه اضغط ها هنا وش راح اقول له اس بلاي. فبقت انت شنو الشغلات اللي تريد تظهرها للطالب او تخفيها. طبعا يفضل هاي كلها تنخفي حتى الطلاب الموجودين وياه. فقط ابقي ان ما جوز سوري صعده. اوكي ليش؟ لان اني الاسايمنت والدسكشن والبيجز هاي كلها وين اقدر اظهرها؟ هنا انا اقدر اظهرها. فبالتالي حقول له سيف، سيفتها. اوكي شوفوا تشوفون هسه امامكم كل هاي الشغلات شبيهة مخفيه، حتى ايش؟ حتى المجهول. ليش مخفيه؟ لان اقرأ هسه الموجود نو كونتنت not visible to student، فبالتالي ما موجود بها اي محتويات، فبالتالي اكيد ما راح تكون ظاهره. بقيه هاي الشغلات ان شاء الله يعني نتطرق لها في وقت لاحق. نرجع هسه انا اوكي كملت السيتنج، كملت هاي الشغلات. هسه وين اروح؟ على الاضافه الطلاب. شلون اجي اضيف الطلاب؟ انا هسه ورا ما كملت السيتنج اجي اروح على كلمه pupil. اجي هنا انا شلون اريد اضيفهم؟ انا اريد اضيفهم كايميل. اوكي هم ايش؟ هم ستودنت بيا صف. طبعا من اجي اضغط هنا اللي هو الادفانس. اوكي فاروح على ملف الاكسل اللي ارسل الي، اخذ الايميلات احددها كلها وكوبي. اجي وين اضيفها؟ بشكل متسلسل هنا.
انضافت. شو راح اقول له هسه؟ اضغطها هنا حتى فقط يكون داخل هذا الكورس. حقول له next. حيقول لي هسه هذول the following users are ready to add to the course. اوكي اي نعم اريد. اقول له ضيفهم add users. خلاص هسه اللي صار هنا انه انبعثت خلينا نقول طلبات دعوه للانضمام الى هذا الكورس. راح تظهر للطالب وكما شرحنا طبعا في فيديو سابق للطلاب كيفيه الانضمام له. فهنا مثلا شوف هسه هاي احدى الطالبات يعني فمفروض هي توصل لها دعوه، بس طبعا الدعوه وين حتوصل لها؟ راح توصل لها على الايميل الخاص بها، ما راح توصل هنا لفوق، فالمفروض هي تدخل مثل ما تعلمنا. ولما كملنا اضافه الطلاب راح اروح وين؟ على الهوم. هنا لان انا بعدني ما سويت ببلش للصف، شو راح اقول له؟ اوكي هسه انشر هذا الصف. هسه الطالب المفروض حيشوف الصف اللي موجود من يدخل حيكون منشور. من نرجع هسه للداشبورد راح نشوفه النشر. اما بقيه الصفوف اللي بعدنا ما كملنا اعداداتها طبعا اكيد لم تنشر. وعلى هذا الاساس هسه الطالب اللي وصلت له الدعوه عند الدخول الى الايميل الخاص به وقبول الدعوه سوف يدخل للصف ويظهر اليه هذا الصف واضح. كل الشكر والتقدير لكم لحسن استماعكم.